حياكم الله معانا في منيو البيت. اليوم عندنا اكله هنديه في نكهه كويتيه. نرحب بتسنيم. نرحب فيه تسنيم نصر الله. وشو عندنا اليوم؟ اليوم بنسوي شرمب مساله. طبق وايد لذيذ وجدا جدا جدا سهل. زين. والحلو فيه انه ينطبخ جدر واحد يسمونه وان بوت ريسيبي. زين. الوان بوت ريسيبي يسوون كتب كامله بحيث انه يستخدم بس جذر واحد. نعم. فهذه من الوان بوت ريسبيز. حلو. انزين. نشوف المقادير. شو عندنا مكون؟ نعم تفضلي. اوكي طبعا لازم البصل. اي. ثوم، زنجبيل، هذا شيء اساسي. السمنه، الهنود وايد يستخدمون السمنه يسمونها جي. اي. عندنا الكزبره الخضراء، فليفله بارده. هني الكريمه الحامضه ساور كريم او لبنه عادي اللي متوفر عندكم. هني الربيان انا نظفته من الظهر وخليت الذيل اوكي. وعندنا هني الكركم، عندنا معجون طماط، وعندنا بهار الكاري، وعندنا الكمون. كمون اوكي. وعندي هني مكون اساسي وهو اللي راح يضيف نكهه وايد وايد حلوه، اللي هو حليب جوز الهند. جوز الهند. زين. الهنود وايد يستخدمونه بطبخهم. نعم حلو. اوكي. والزيت شنو؟ شلون يعني الزيت؟ الزيت نباتي ولا نحط زيتون ولا بس سمنه؟ لا بس سمنه. بس سمنه. بس سمنه. شلون الخطوه؟ اول شيء راح نحط السمنه. طبعا يكون الجدر حار. ابي تقريبا 100 جرامز. والكميه كبيره منها؟ لا بس 100 جرامز تقريبا، نفس قالب الزبده. شلون قالب الزبده؟ هالكثر. 100 جرام من الدهن. السمنه. سمنه. اوكي الحين انطر السمنه بس تحتر وراح نضيف البصل. تمام. تبي تشارك ولا؟ طبعا بشارك. ايوه بشارك. ولا متفرج؟ ها؟ بشارك وياك الطباخ. يلا. حاضر. يلا. ارفع جمومي. فسر جمومك. اي. شنو هالشيف هذه؟ ان شاء الله حاضر. يلا. نتعلم دوره طبخ مجانيه. إيه. ليش لا؟ نعم. تفضل. نسوي الحين؟ حط البصل. بصل. كميه كلها ولا نص؟ كله كله. شوي نخلط البصل. ايه. مع السمنة. سمنة. طبعا هذه الوصفة دايما الناس يروحون المطاعم يطلبونها، فأنا دايما أحب أسوي لهم الوصفات هذه علشان يقعدون بالبيت. تمام. عشان ما يروحون المطعم. الحميسة هذه ولا حميسة هندية؟ هو عامة شفت الباتر تشيكن. ايه. نفس الباتر تشيكن بس ما يكون حالي. ايه. هم يسمونه مسالة يعني مرقة. مرقة مسالة بالربيان. أيوة بالربيان. بس تكون ثقيلة ها؟ أي تقدر تسويه على دياي، تقدر تسويه على لحم، كيفك. حلو. الحين شوف قاعد أقلب. أيه. البصل أبيك تحط لي شنو؟ قفشة ثوم ونص قفشة زنجبيل. يلا هذا ثوم قفشة. أيوة. لا لا هذا زنجبيل. زنجبيل؟ زنجبيل نفس اللون. ايه. لا بس الريحة غير، شلون نفس اللون؟ ما ريحة البصل طاغية. ايه. الحين ثوم ها؟ قفش كاملة؟ ايوه. بسم الله. الحين نقلبهم. اي والله ريحة ثوم. مسكت بيد دايركت. لا انت الحين يعني عقب هالحلقة هذه. أيه. لازم غسيل وتشحين كامل. لا خوش ريحة. أنا حتى جنطتي جنطتي ساعات يصير فيها ريحة طباخ. أيه. احنا متى نحمس؟ الحين أبيك تحط لي الربيان. ربيان. لا لا بحدة. طب إصابة على طول. أيه. تركت الجدر. شوف الحين طبعا الربيان كلش ما ياخذ وقت بالاستواء. الحين ابيك تحط لي من البهارات اللي موجوده. حلو. عندك قفشه قفشه قفشه. هذا شنو البهار هذا؟ هذا مو كاري، كركم. كركم هذا. لان كلهم نفس اللون. هذا كاري. كاري. حط بعد واحده. وحط لي وحده كمون. كمون.
دبشه واحده كمون واحده. طبعا في الحين سهلين على الناس يسوون اكياس البهارات الجاهزه. أيه. يقول لك هذا مال مسالة، هذا كذي، بس انا حبيت اعلم الناس فروم سكراتش علشان ما يكون في عذر انه والله ما لقينا هذا او ما لقينا. أيه. هذا كل شيء متوفر، يعني انت شايف المقادير. أيه. ما في شيء مو موجود بكل بيت. لا لا وايد سهله يعني. ايوه حط لي فلفل بارد نصه على كمر ان شاء الله. هذه اضافه. ايه هم عاده ما يحطونه، بس انا وايد احب الفلفل البارد بهالمرد. ايش كافي كذي؟ ايوه بس كافي. الحين نقلب شوي لما يذبل. تبي نروح فاصل نرجع؟ فاصل نروح فاصل. زين سؤال قبل نروح فاصل، كم يستغرق الطبخه المستويه هذه يعني الربيان مع الخلطه؟ خمس دقائق. خمس دقائق فاصل رد لكم مع الربيان. الحين ردينا بعد فاصل علشان نحط شنو؟ راح نحط الكزبره الخضراء. ايه؟ واللبنه. تمام. ومعجون الطماطم وحليب جوز الهند. حلو. كلهم. الحين حط لك الحليب اول شيء؟ لا حط لي الكزبره اول شيء، ابي حمص الكزبره. تمام. مو كلها، نص. ما بيك تحط الحليب اول شيء. لان الكزبره لما تحمسها يصير يعني مفعول مالها او ريحتها احلى. اوكي. في اشياء ما تبين الا بالحمسه. عرفت؟ يعني تمازجها مع باقي الخلطه افضل. ايوه تنحمس بالزيت. احنا الحين قاعد نقلبه بشنو؟ بالسمنه صح ولا لا؟ نعم. فالكزبره واحده من هالاشياء. حلو. الحين زي. ابيك تضيف لي معجون الطماط كله ولا قفشة؟ نصه. بسم الله. بس؟ بس. طبعا بالمطاعم ممكن انه يحطون له لون، بس احنا راح نخليه على لونه طبيعي. تمام. الحين هم ابي شوية بس احمس. ايه. معجون الطماط. تشرب مع الخلطة ها؟ شوية. ايه شوف شلون صار عندي، صار عندي كله كنا معجون. ايه صحيح. حميسة حلوة صارت يعني لونها والريحة. ايه ما شاء الله يعني. ترى كذي اوريدي استوى الربيان. اها زين نحط اللبنة تبين؟ ايه يلا. زين اللبنة كلها؟ ولا نص نص؟ كلها. كلها كذي نحطها. افضل من القفشه. بسم الله. ايوه. طبعا اللبنه راح تعطيني الحموضه. نعم. وراح تعطيني ريتشنس، يعني تخلي الطبق يكون غني يعني. ايه. عرفت عدبان بالعربي شنو؟ الله اعلم. ايه. يكون قوامه، يكون قوامه يعني غني مثل غني جمعه قصدك. ايوه. حلو. زين يكون قوامه كثيف يعني. كثيف ومو بس كذي يعني انه يكون ما ادري قاعد احاول ادور كلمه كثيف حق التغميس من الاخر. اي يعني تكون يكون في دسم شويه. ايه. ما يكون خفيف ماي مايو. تمام. لا. لما شنو الفرق بين الجيمر والحليب؟ ايه الجيمر ثقيل. ثقيل. ايه. حليب خفيف ودسم. ايه. الحليب لا خفيف. نعم. شفت اللون ايش حالاته صار عندنا؟ اي وايد. يلا ايه. حط لي حليب جوز الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. مو كله ها؟ اوكي. انطر شوي. كأنه صار خفيف المزيج. لا ما صار خفيف لان للحين ما انخلط مع الباقي. اوكي. الحين نخلي خمس دقائق يطبخ على النار. وبعدين نقدمه بمعون التقديم. زين التسليم هذا مع العيش ولا؟ خبز ممكن ولا شنو؟ كيفك الاثنين. الاثنين تبي كذي تبي كذي.
ابي احط ملح. ملح تفضلي. طبعا اذا ما حطينا ملح شغلنا كله ضاع. اي وفي ناس ممكن يحطون قلت لك شكر شويه. اوكي زين الحين نطلع فاصل نرجع مع احلى فقره في منيو البيت. الحين ردينا نشوف احسن فقره برنامج. الحين استوى عندنا فراح ننشبه نحطه هني من الماعون. وانا بزيد عليه جوز هند مبشور للزينة. طبعا هذا طعم يعطيه راح يعطي طعم وللزينة يعني غالبا طبعا. بس لما تاكل الربيان وتحس بطقة جوز الهند راح يعطيك طعم وايد حلو. حلو وهذه وصفتي بالنسبة حق اليوم ان شاء الله. مشكورة وايد تسنيم وما قصرتي على كرمك. حياكم الله وعلى استضافتك لنا مع فريق البرنامج. حياكم الله وكرمك الله. حياكم الله نورتوني. مشكورين اعزائي المشاهدين على المتابعه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من منيو البيت مع بيت جديد ومطبخ جديد وطبخه جديده. مع السلامه.